يا شبيه، مساء الانوار. مساء الخير يا كابتن مدحت، كل سنه وحضرتك طيب وليل الرياضه، ومساء الانوار بخير كده يا رب، وعلينا على مصر كلها بخير ان شاء الله. يا رب يخليك يا شبيه. طبعا احنا عارفين التطوير اللي حصل جوه، وهعرض لك دلوقتي حالا الصور اللي انت بعتها لنا، لكن انا بسالك بشكل شخصي. اولا، هل حضرتك صاحب قرار فيما يتعلق بالسور الخارجي، ولا هناك جهه مسؤوله عن هذا الامر؟ مبدئيا يا كابتن، انا بقول لحضرتك حاجه باكد على الكلام اللي قلته حضرتك في الحلقه اللي فاتت. نعم. ان السور ده زي ما اتعرض، معلش انا اسف حضرتك، انا معترض على الحته دي. السور ده ما كانش اصلا طوب حجري. الجزء ده كان، انا بعت حضرتك صور عشان الاعداد يعرضها عند حضرتك بعد اذنك. ان السور ده كان شكله ازاي قبل ما يتعمل عليه الرسومات دي. فانا استاذن حضرتك انك تعرضها. اهو الجزء ده يا كابتن ما كانش طوب حجري. ايوه بالظبط كده يا كابتن. شايف ده مش طوب حجري. ده منظر السور قبل ما يتعمل عليه الجبل. فبص حضرتك المنظر ده دلوقتي كان عامل ازاي. بص دلوقتي حضرتك اللي حضرتك عرضته عامل ازاي. بص حضرتك السور عامل ازاي. ده كان شكله، ما كانش طوب حجري، ده كان عباره عن ماده المحاره ومعموله دهانات زي ما حضرتك شايفه كده. ادي الدهانات واقعه، كانت واقعه منها. طب سؤال، احنا عملناه ايه؟ احنا شلنا طبقه البويا دي اللي هي كانت مش كويسه، واتعمل لها تاسيس ثاني، واتعمل اللي هي الدهان الابيض ارضيه، هي الرسومات اللي هتتعمل. طب سؤال، احنا ما تمش الغاء اي طوب حجري من الاستاد، اللي ده بيتم تحت اشراف لجنه التراث في اسكندريه. يعني النهارده بالصدفه اقول حضرتك حاجه، الساعه 5 كان الدكتور عبد العزيز منصور محافظ اللي هي كلمني. كان بيمر حوالين الاستاد واتصل بيا، يا دكتور شريف انا بعد اذنك الرسومات اللي معموله دي عايزين ندخل فيها الفنون الجميله. فتم وقف الرسومات، وهيتم تكليف كليه الفنون الجميله من بكره لاعداد رسومات تعبر عن التراث الشعوب الافريقيه والدول الافريقيه، وهتتحط على السور ده. طب افضل يا كابتن سؤال، هل السور المنظر ده ولا الرسومات؟ سؤال يا شريف بيه. اتفضل. دلوقتي انا طبعا حضرتك دلوقتي بتتكلم وكل اهل اسكندريه بيسمعوك، وهم عارفين طبعا السور ووضعه. كان في جزء كبير جدا من هذا السور، وانا من رواد او من زوار اسكندريه، كان موجود بالحجر الاحمر بتاعه. هل ده برضو تم عليه نفس اللي قدامنا ده، ولا اتساب احمر؟ ها؟ لا طبعا، احنا الطوب الحجري ده اللي كان موجود اتعالج، اتبرش وتعالج عليه، او ترشم بيسموها كده تقريبا، وتعالج بماده معينه، نزلت لجنه التراث وطلبت نوع معين من الدهان للطوب ده عشان نقدر نحافظ عليه، والشركه التزمت بالكلام ده. يعني اللي هو قدامنا ده، يعدي على التراث اللي هو قدامنا ده، اللي هو قدامنا ده يا شيف بيه. ابص بالظبط كده يا فندم، انا وقعت حضرتك، شوف حضرتك دلوقتي ادي الطوب اهو ومتعالج، واخد نفس الدهان بالماده اللي طلبت من لجنه التراث. وهل ما شلناش اي طوب حجري كان موجود، بالعكس احنا بنحافظ على الطوب الحجري، بنعالجه بالطريقه التراثيه الصح. وهل ده هيتم الرسومات عليه او حاجه؟ لا طبعا يا كابتن مدحت، احنا السور اللي اترسم عليه ده يا كابتن هو كان عباره عن ماده المحاره، ما كانش طوب حجري. فاحنا كنا طلبنا من الاستشاري في البدايه، انا طلبت من الاستشاري المشروع، قلت له بعد اذنك ترجع لي الطوب ده، يعني تشوف نفس الطوب ده وتحاول نعمل الجزء ده زيه. فلا التكلفه هتبقى عاليه جدا عشان يقدر يعمل كميه السور اللي موجوده دي. فاقترح ان احنا نعمل، اتفقنا ان احنا خلاص يتعمل سورة تعبر عن بطوله افريقيا، وممكن كمان بعد البطوله الرسومات يعني تفكر فكره انها تتعمل. طيب يعني انا فهمت من حضرتك دلوقتي ان الجزء اللي هو كان الطوب الحجري اللي موجود ده موجود ولن يمس. لا يا فندم بالظبط كده. وان الجزء اللي حضراتكم بتشتغلوا فيه هو جزء اساسي. طب ايه اللي بوظه وخلاه كده بالمنظر ده؟ ايه اللي بوظه؟ ده من سنين يا كابتن، هي نفس الجزئيه دي معموله بالطريقه دي من سنين طويله جدا. يعني ما كانتش دي طوب احمر؟ الصوره عامل ازاي يا كابتن؟ ما كانتش حجر؟ انا قعدت سنتين عشان اقدر اخد موافقه عشان اقدر اطور السور، فجت شركه التطوير الدكتور عبد العزيز منصور محافظ كبير، قال لي لا خلي الشركه هي كمتخصصه هي تقوم باعمال التطوير اللي هي دلوقتي بتطور. تم التكلفه باعمال التطوير بالنسبه للسور. يعني زي الاسف دلوقتي رسومات حتى معموله على رجليها يا كابتن. يعني ده ما كانش طوب حجري. لا يا كابتن، باين قدام حضرتك دلوقتي ان هي ماده المحاره. وكانت المحاره واقعه تمام، فتم معالجتها بطريقه صح، وتم استخدامها للترويج للبطوله وتسويق البطوله عن طريق الرسومات اللي هي اترسمت دي. زي ما قلت لحضرتك ان تم توقف الاعمال، يعني من سياده المحافظ شاف الصوره، انا عايز حاجه افضل من كده. تمام. تم تكليف الفنون الجميله، وعايزين بكره التواصل مع
مع الكوليكت نوبل عميد كوليكت نوبل في اسكندريه، ليه وضع تطور سريع جدا طبعا بحيث ان تبدا الناس تشتغل في السور ده وينتهي في اسرع وقت ممكن. طيب ودونا بقى للصور اللي جوه الملعب، بشريف بيقول لنا بقى اللي تم جوه الملعب ايه بقى؟ اتفضل. زي ما حضرتك يعني لو شفت حضرتك دلوقتي بتجمع على اعلى مستوى، انا برضو عايز حضرتك يعني الجزئيه برضو خارج الاستاد، انا بعت حضرتك صور. طب انا خليني مع حضرتك، دي صوره الملعب متصوره امبارح. المسطح الاخضر ده متصور امبارح. شوف حضرتك كفاءه الملعب شكله عامل ازاي؟ دي حضرتك صور جلاله الاسعار الخارجيه قدام مواقف الاستاد. المحافظه بتقوم بتطويرها. نعم. فاحنا مش عايزين نفتح حد بامانه، انا بتكلم حضرتك تواجد المسؤولين في اسكندريه كلهم من اول المحافظ خارج الاستاد، السكرتير العام يوميا الساعه 8 الصبح بيجمعنا في المنطقه دي كل الاجهزه التنفيذيه عشان لو في اي معوقات. نائب المحافظ بتقول معايا، مش بقول اسماء عشان انا اقولها، لكن ده فعلا بجد الناس دي متواجده معانا يوميا في المنطقه. حضرتك شوف النافوره وبص الشكل الجميل هيبقى ازاي خالص جنب رابط الاستاد. دي برضو اول ما جت اتعمل الناس اعترضت عليها وطلع على الفيسبوك عندنا في اسكندريه ازاي يشيلوا حديقه الرفاهيات، الناس مش كانتش متصوره اللي بيتم تطويرها والحفاظ عليها كتراث، هي دي برضو من احد التراث اللي موجوده. نفس الحقبه الزمنيه للاستاد. صحيح. حضرتك الجمال وبص الجمال هتبقى ازاي استقبال الجماهير في اسكندريه. تمام. مجهود مبذول جدا كبير جدا من المحافظه فعلا في اسكندريه، بالاضافه الى جميع المسؤولين. يعني الدكتور اشرف صبحي كان موجود زياره قريبه ولفينا على الاستاد وكان معانا الدكتور عبد العزيز، وده الدكتور اشرف هم تطرق لحاجات ثانيه. بص حضرتك شكل الشكل مع كان في البطوله العربيه يا كابتن مدحت. ايوه بالظبط بالظبط. كان في البطوله العربيه. ايوه ايوه. فاحنا في مجهود بيتم في الاستاد خارجي او داخلي بصوره كبيره جدا. وان شاء الله انا بوعدك يا كابتن يعني بالتصوير بعد ما ينتهي الاعمال دي خلال ايام بسيطه خلاص بفيديو لحضرتك انه هتشوف شكل الاستاد اسكندريه التحت التراثيه دي ازاي الشكل ده، وعايزاه يشرف ان شاء الله اسكندريه ويشرف مصر كلها في البطوله ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا شبيه، بشكر حضرتك وبالتوفيق، وهنبعت بقى كاميرا تصور كل الكلام ده ان شاء الله. اشكرك يا شبيه. ان شاء الله متشكرين جدا. شكرا. وانت بالصحه والسلامه استاذ شريف سعد طبعا، وهو رئيس هيئة استاد الإسكندرية.